عايز اوريكي فيسبوكي. يلا بينا. اوكي يلا بينا. مره حزب حاكم ما عجبهوش المعارضه قام عامل مليونيه على نفسه. حصل. فركشها ومش عارف اجمعها تاني. شفت مصر؟ مصر. بدأوا بالإسلام هو الحل، ثم نحمل الخير لمصر، ثم ابقي تعالي وأنا أقولك. في استفتاء على الفيسبوك بيقولك أنت متعاطف مع مبارك ولا لا؟ أحب أقولك أنه مبارك هو اللي متعاطف معنا. دي حقيقة. أيوة، ما كان بيضحك ليه؟ طبعاً وبيشاور كده يعني. من الإعلامية جيهان منصور إلى محمد مرسي، يعني ايه الرئيس مصر يقول في قطر لو مات القرد الاوردات يعمل ايه؟ يا سيادة الرئيس انت لا تمثل نفسك، هذا الشعب فيه الحاصلون على نوبل. انت قلت الكلام ده. يعني في محفل دولي وفي قطر وبرا ورئيس مصر، مصر دي يا جماعة، مصر دي كبيرة قوي، مصر دي قلب العروبة، مصر مش يعني 7000 سنة حضارة، لما يبقى رئيسنا يتكلم عن الاوراداتي والقرد، ده كلام ينفع يقوله رئيس جمهورية مصر العربية؟ فبجد احنا عندنا ناس حاصلين على جائزة نوبل، عندنا علماء مصريين في كل مكان بيطلعوا بره بيشرفوا لمصر، يعني مش عارف. طب لو مات القرد القرداتي فعلا يعمل ايه؟ بتهيألي الإجابة في مكتب الإرشاد. مش عارف. مكتب الإرشاد. تواصل بس قوي ونرجع نتواصل تاني.